كامل يفوتوا بدون رخصه. يشوفي غير تقدم فضل. بخصوص الاجراءات الاخيره اللي جاتنا في هذا المسار للتدابير الوقائيه ضد وباء كورونا، فان الرخص التي ستصدر يعني باسم السيد الوالي على مستوى الدوائر، يعني يمضيها السيد رئيس دائره، هي فقط للموظفين، موظفين وعمال الادارات والمؤسسات العموميه وخاصه الحيويه منها. اما بالنسبه للتجار، يعني تجار الخضر والفواكه والمواد الغذائيه وكذا تجار الحليب تجزئه وبالجمله ايضا، فهؤلاء لا يحتاجون الى رخصه ابتداء من اليوم، فيكفي استظهار سجل التجاري لمهنتهم للعبور عبر الحواجز المقامه لهذا الغرض، وهذا حفاظا على صحه المواطنين.